السلام عليكم يا شباب. دي المحاضرة الثانية بعد ما خلصنا قانون جاوس. هنبدأ بعون الله في الإلكتريك بوتنشال. الإلكتريك بوتنشال إن شاء الله. و الالكتريك بوتنشال بندي له الرمز V، وببساطة شديدة نقدر نقول انه الجهد الكهربي عند اي نقطة ولتكن P تعرف بانها the work done to transfer a unit charge from infinity to that point. الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة أو لأي تيست تشارج من ما لا نهاية للنقطة اللي عايزين نجيب الجهد عندها. يعني لو عندي نقطة بي بهذا الشكل وعندي شحنة موجبة تيست تشارج موجودة في ما لا نهاية بعيدة جدا عن النقطة ونقلناها، فاحنا عملنا عليها شغل، بذلنا عليها طاقة. هذه الطاقة اللي بذلناها هي تعرف بالجهد المبذول أو بالشغل المبذول على الشحنة دي عشان ننقلها المسافة دي، هو ده قيمة الجهد. ف V بتعرف بأنها الشغل، W مقسوم على Q اللي هي التشارج، أو نقدر نقول V هو الإلكتريك بوتنشال و W the work done و Q is the charge. طبعا عندي الشغل W وحدة قياسه الجول لأنها طاقة، و Q التشارج بالكولوم، يبقى V هي جول لكل كولوم. جول لكل كولوم، الجول لكل كولوم على بعضها كده بنسميها او بنقول عليها الفولت. الفولت يعني واحد جول على واحد كولوم يساوي واحد فولت. ميزة البوتنشال او الالكتريك بوتنشال انه سكيلر كوانتيتي. يعني ايه سكيلر كوانتيتي؟ يعني ملوش اتجاه، ملوش اتجاه. يبقى البوتنشال سكيلر كوانتيتي ميجرد ان فولتس. الحاجة التانية يبقى ده سكيلر، يبقى له مقدار وليس لها اتجاه. لكن الجهد، جهد اي نقطة ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب، ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف. طيب بوزيتيف بناء على ايه ونيجاتيف بناء على ايه؟ لو شحنة تبعد عن نقطة وكانت هذه الشحنة موجبة يعني بوزيتيف تشارج، يبقى النقطة دي الجهد بتاعها يكون بوزيتيف. ولو كانت الشحنة اللي هي تبعد عن النقطة بي مسافة معينة ولتكن ار مثلا، كانت هذه الشحنة سالبة، يبقى هذه النقطة هتكتسب جهد سالب، هتكتسب جهد سالب. اوكي، يبقى الجهد الموجب بيتسبب في الشحنة الموجبة، والجهد السالب للنقطة يتسبب في الشحنة السالبة. طيب نشوف كده الالكتريك بوتنشال فور اي بوينت تشارج. احنا اي تشارج كيو اهي تبعد عن نقطة بي مسافة معينة ولتكن ار. احنا طبعا التعريف اللي قلنا الشغل المبذول على شحنة لنقلها من ما لا نهاية للنقطة، ده التعريف نقول عليه الـ optimum، يعني
تعريف الصرف للجهد. لكن لو في عندي شحنة مش موجودة في ما لا نهاية، لا دي موجودة على مسافة r من النقطة P، وبالتالي هنا اهو بيبقى الشغل المبذول على الشحنة كيو عشان انقلها المسافة r. الشغل اللي هيبذل هنا، طبعا الشحنة دي موجبة، يبقى على طول قبل ما اعمل اي حاجة يبقى جهد النقطة P هيكون موجب، ولو كانت الشحنة دي سالبة هيبقى الجهد بتاع النقطة هو جهد سالب. اوكي طيب نشوف كده. احنا نعرف انه ال V هي W على Q، هي W على Q. ايه هي Q دي؟ وحدة الشحنة اللي هننقلها للنقطة P، خلاص، اللي هي التست تشارج. التست تشارج، لكن انا ماليش دعوة دلوقتي بالتست تشارج، احنا عايزين نجيب مين؟ الشحنة كيو جهدها قد ايه عند بي. احنا نعرف انه الشغل هو عبارة عن الفورس. انا هبذل، لو بذلت شغل على كيو عشان انقلها لبي، هذا الشغل اللي هو القوة في الإزاحة، قوة في إزاحة، يعني F times R. إيه هي F؟ هيبقى عندي هنا أدي Q، وفي عندي هنا هو التست تشارج اللي اتنقلت اللي هي small Q. الفورس اللي تنشأ بينهم تبقى Q times Q، Q times Q في K على المربع المسافة دي، ده قانون كولوم. وبالتالي يبقى نقدر نعوض عن F، أشيلها وأحط بدالها K كيو كيو على R سكوير، والR دي تنزل زي ما هي والكيو تنزل زي ما هي. هشيل كيو التست تشارج اهي اللي كانت هنا مع التست تشارج برضو اللي تحت اللي هي جاية من التعريف الأصلي W على كيو، يبقى كيو راحت مع كيو، يبقى اذا هنلاقي انه في بتساوي كي في كيو على ار، كي في كيو على ار. يعني ايا كانت الشحنة، كيو موجبة، يبقى اذا الفي هي كي في قيمة هذه الكيو على ار. والتست تشارج راحت فين؟ راحت ان هو اختفت من الديفينيشن معايا. يبقى ايا كان الشحنة، يبقى لما اقول جهد هذه الشحنة يبقى هي قيمة الشحنة على المسافة، مش مربع المسافة، على المسافة في ثابت كولوم. يبقى كي في كيو على ار، ده بيديني الفي اللي هو جهد النقطة بي. وقلت ان هذا الجهد هيكون موجب لو كيو موجبة، وهيكون سالب لو كيو سالبة. اوكي يا شباب، طيب ده عملية بسيطة خالص ما فيهاش اي مشكلة. يبقى كده في تعريفين للفي، الفي بتساوي W على كيو، او بيساوي كي في كيو على ار. طبعا القانون الاخير اللي احنا هرجع له تاني، ده القانون ده هتجدوا انه هو يشبه قانون كولوم اللي هو الفورس بين شحنتين، بس هناك كان كي في كيو في كيو على ار سكوير. وكذلك يشبه القانون بتاع الالكتريك فيلد اللي هو ان اي بتساوي كي في كيو على ار سكوير معايا. لكن الفي هي كي في كيو على ار واحده. يبقى الثلاث قوانين نقدر نرسمهم كده تحت بعض، ومن
يعني ما نغلطش فيهم إن شاء الله. طيب هنا نقدر نجيب اكزامبل على القانون ده ونشوف الحل بتاع هذا الاكزامبل. انا بيقول لي find the electric potential at a distance r. r دي بتساوي 5.29 times 10 power minus 11 متر، على بعد 25 من 100 في 10 أس سالب 11 متر from a proton of charge E equals 1.6 times 10 power minus 19 كولوم. يعني عايز يجيب الالكتريك بوتنشال الناشئ من البروتون اللي شحنته 1.6 في 10 أس سالب 19 عند نقطة تبعد عن هذا البروتون بالمسافة اللي مقدارها 25 في 10 سالب 11 متر. طبعا دي تعويض مباشر في القانون ان في بي بتساوي كي في كيو على ار، وبالتالي نعوض بكي 9 تايمز 10 باور 9، ده طبعا هيتضرب في كيو اللي هي 1.6 times 10 power minus 19 divided by 5.29 times 10 power minus 11. ده كله هيطلع لما نحسبها هتطلع لي 27.22 فولت مباشرة، يعني 27.22 من 100 تقريبا من الفولت. طبعا القيمة دي موجبة ليه؟ لأنه E اللي هي الشحنة بتاعت البروتون، هنا البروتون نعرف ان شحنته موجبة يبقى الجهد بتاع النقطة هيطلع موجب. لو كان بدل البروتون، لو كان الكترون، الالكترون بنفس القيمة الشحنة لكن شحنته سالبة، يبقى نقول ان الجهد الناشئ من الالكترون عند نفس البعد هيطلع minus 27.22 فولت. يبقى هيطلع ايه؟ سالب 27.22 من 100 بالنسبة للالكترون. يبقى الشحنة الموجبة جهدها موجب والشحنة السالبة جهدها سالب. طيب يبقى اذا ده ببساطة الجهد او قيمة الجهد الناشئ من شحنة مفردة. طب يا ترى لو كان في عندي عدة شحنات، لو عندي عدة شحنات يعني الالكتريك بوتنشال فور بوينت تشارجز، عايزين نجيب الالكتريك بوتنشال او الجهد الكهربي فور لمجموعة من الشحنات. مجموعة الشحنات دي زي ما احنا شايفين كده، عند عايز اجيب الجهد الكهربي للشحنات Q1 Q2 Q3 Q4 الاربع شحنات عند النقطة P. طبعا ده علشان اجيبه لابد قيمة كل شحنة تكون معروفة وكذلك بعد كل شحنة عن النقطة P. يبقى لازم الالكتريك بوتنشال for point charge is the sum of potentials for every point charge. يبقى الجهد الكهربي للأربعة هو مجموع الجهود النشأة من كل شحنة عند النقطة P. يبقى بالعقل كده VP الجهد الكلي عند P هو V1، V1 النشأ من Q1، بلس V2 الناشئ من Q2، بلس V3 الناشئ من Q3، بلس V4 الناشئ من Q4. واخدين بالكم؟ وبالتالي لازم أوصل من P المسافات R1 و R2 و R3 ولازم يتقاسوا و R4، لازم دول يكون given. يبقى لازم أكون عارف R1 و R2 و R3 و R4 وقيمة الشحنات ونعوض هنا مباشرة. طبعا هنا واحد يقول لي انا في شحنتين سالبتين Q2 Q4 مش كده؟ لما اجي اعوض بالقيم بتاعتهم ابقى
اشيل البلس واحط السالب زي ما هنشوف دلوقتي في اكزامبل. لكن هي ده اسمه الالجبريك سام. الجبريك سام يعني الجمع الجبري، يعني بإشارته. الجمع الجبري يبقى كل واحد فيهم بإشارته، والإشارة دي لما نيجي نعوض نقوم شايلين كل واحد فيهم ونحط الإشارة بتاعته على بعضها. طبعا V1 هيبقى K في Q1 على R1، و V2 هي K في Q2 على R2، وهكذا. يبقى نقدر ناخد كده الK كعامل مشترك يطلع بره، والباقي هيبقى Q1 divided by R1 plus Q2 على R2 plus Q3 على R3 plus Q4 على R4، ونعوض بيهم وتطلع العملية بسيطة جدا جدا جدا. وناخد على دي example زي ما هنشوف كده. ادي example عندي triangle. triangle ده محطوط على الفيرتيسيز او على الرؤوس بتاعته ثلاث شحنات Q1 Q2 Q3. Q1 Q2 المسافة بينهم 4 متر، و Q2 ل Q3 المسافة بينهم 6 متر 6 متر. خلاص بيقول لي 3 point charges of magnitude، ومديني قيمة كل شحنة Q1 بال10 في 10 أس سالب 8 كولوم، و Q2 بناقص 6، و Q3 ب3 كله في 10 أس ناقص 8 كولوم. بيقول لي find potential POT اختصار potential. find potential at midpoint. midpoint يعني نقطة المنتصف. midpoint of the base of triangle. هات الجهد الكهربي عند النقطة اللي هي تنصف القاعدة، قاعدة المثلث. طبعا قاعدة المثلث اللي هي المسافة بين Q2 و Q3 اللي هي 6 متر، فنصفناها بالنقطة P، يعني النقطة P هي في منتصف المسافة دي، وبالتالي من Q2 ل P المسافة تبقى 3 متر، ومن Q3 ل P برضو المسافة 3 متر. طيب أنا عشان أجيب الجهد عند P هو مجموع الجهود بتاعت Q1 وQ2 وQ3. طب Q2 وQ3 المسافات خلاص معروفة، دي 3 ودي 3. طب Q1 تبعد قد إيه عن P؟ يبقى لازم أجيبها، يبقى لازم أجيب المسافة من Q1 إلى P، ودي إن أنا أوصل المسافة بين Q1 ل P، فهتطلع لي المسافة بهذا الشكل زي ما هنشوفها كده. المسافة اللي هو الخط المنقط اللي هي مكتوب عليه R1، طبعا R1 هي بتاعت Q1، R2 بتاعت Q2، R3 بتاعت Q3، طبعا R2 R3 كل واحدة بتلاتة. أما R1 واضح طبعا هنعوض نجيب فيثاغورس، مسافة اللي هي Q1 Q2 بأربعة و Q2 P بتلاتة، يبقى اذا ده مثلث، وواضح انه مثلث قائم الزاويه، يتطبق عليه قانون فيثاغورس مباشره. يبقى ار واحد واضح انه هيطلع لي الجذر التربيعي لمربع الاربعة متر والتلاتة متر، يبقى هيطلع لي خمسة متر اللي هي المسافه دي. طبعا احنا هنعوض في القانون اللي كتبناه في P بيساوي K في Q1 على R1 بلس Q2 على R2 بلس Q3 على R3، ودي R1 بتساوي هذه القيمة اللي تطلع 5 متر الجذر التربيعي 25، هتطلع 5، وبالتالي نعوض هيبقى الـ VP هيساوي هذا الكلام. طبعا بره القيمة اللي هنا دي هي كانت 9 في 10 أس 9 اللي هي K، قيمة K، وكل Q من دول مضروبة في 10 أس سالب 8، هقوم واخد ال 10 أس سالب 8 تطلع بره كعامل مشترك، ف 10 أس 9 اللي هي من ثابت كولوم يتفضل لي 10 أس 1.
ويتفضل بعد كده العشرة والناقص ستة والتلاتة هحطهم هنا. بقى نقدر نشيل الشحنة Q2 سالبة، أقوم حاطط سالب ستة، وطبعا المسافة بتاعتها تلاتة اللي هي دي سالب ستة والمسافة تلاتة، ودي تلاتة والمسافة بتاعتها تلاتة، وده عشرة المسافة بتاعتها خمسة. طبعا هنا عشرة على خمسة باتنين، ستة على تلاتة باتنين، ده ناقص اتنين وزائد اتنين هيروحوا مع بعض، وهنا تلاتة على تلاتة بواحد، يبقى خلاصة ده كله هيطلع لي واحد. واحد في تسعة في عشرة أس واحد، يعني تسعة في عشرة ب90، يبقى إذا في بي هيطلع لي على طول 90 فولت. 90 فولت تهيألي عملية بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. نتنقل لنقطة تانية، دي أنا يعني هحذفها، التشارج ديستريبيوشن على جسم مشحون، لان احنا ما خدناهاش في الالكتريك فيلد فحشيلها من الالكتريك بوتنشال برضو معايا، احنا خدناها بس بجوز، لكن في كان جزء بتاع الرد وانا شلته هو والرينج، وده يعني تطبيق برضو على هذا الجزء، على هذه الجزئية، فأنا يعني هعفيكم منها إن شاء الله. يعني عايزين بقى كده تشجيع كده إن إحنا بنحذف، مش كده ولا إيه يا شباب؟ وده طبعا الجزء ده عليه مثال، وأنا برضو ده هيبقى إيه، جزء محذوف، ولو إنه هو جزء جميل جدا، لكن يعني العملية مش مشكلة. طيب احنا كل اللي خدناه دلوقتي الالكتريك بوتنشال، الالكتريك بوتنشال لنقطة مشحونة عند نقطة، او لشحنة نقطية عند نقطة ولتكن بي. هنا لو في عندي نقطتين اللي هما A و B، A و B، وعايزين نجيب الالكتريك potential difference between the two points A و B، يعني عايز اجيب بقى فرق الجهد بين النقطتين A و B. ننتبه هنا لحاجتين كده، وخلوا بالكم كده، في A B يعني معناها فرق الجهد بين النقطتين A و B هو بيساوي في A ماينس في B. وننتبه لدي كويس قوي، لما اقول في اي بي اللي ذكر اولا A فيتكتب في اي، والبي يكتب في بي، يبقى في اي ماينس في بي. لكن لو كتبت في بي اي يبقى هيساوي في بي ماينس في اي، اظن واضح. يبقى اذا اللي بيذكر، اللي يذكر هنا اولا ال A يكتب لي هنا VA ناقص الثاني اللي هو VB، يبقى هو ده لما اقول VAB معناها فرق الجهد بين النقطتين، يبقى هو الجهد عند A ناقص الجهد عند B، الجهد عند A ناقص الجهد عند B، وايا كانت هذه الجهود. يعني ايه؟ يعني لو كان الجهد عند A أكبر من الجهد عند B يبقى إذا ده هيطلع لي بوزيتيف، مش كده؟ ولو كان الجهد عند B أكبر من الجهد عند A يبقى إذا القيمة هنا هيبقى فرق الجهد يطلع بالسالب. يعني العملية واضحة، لكن بس نخلي بالنا من النوتيشن المكتوب ده، في اي بي معناه في اي ماينس في بي، قلت لو قلت في بي اي يبقى في بي ماينس في اي. طيب احنا خدنا تعريف في هو دبليو،
على كيو، فيبقى في اي هو دبليو اي على كيو ماينس دبليو بي على كيو. يعني لو في شحنه، لو في شحنه معناها ان فرق الجهد بين النقطتين اي وبي هو الشغل اللي ما هيتبذل على الشحنة عشان تنقلها بين النقطتين A و B، يعني من A إلى B، لأن A هي المذكورة أولا، A هي المذكورة أولا. وبالتالي نقدر نقول إن VA على Q ناقص VB على Q هي W، WAB على Q اللي هو الشغل A و Q، زي بالضبط تكون منسجمة زي دي بالضبط. يبقى الدبليو اي بي على كيو هي دبليو اي ناقص دبليو بي وكله مقسوم على الكيو، يعني الشغل المبذول على كيو عشان الشغل المبذول على كيو عشان انقله بين النقطتين اي وبي او من اي الى بي. لكن لو قلت دبليو بي اي يبقى الشغل المبذول على الشحنه كيو عشان انقلها من B إلى A، واضح انها عكس التانية، وبالتالي هتطلع نفس القيمة ولكن سالبة، ولكن القيمة تطلع ايه؟ سالبة. اظن دي عملية سهلة، ما هياش يعني ما فيهاش اي صعوبة يا شباب. طيب، هل في علاقة تربط بين الالكتريك فيلد والالكتريك بوتنشال ديفرنس، يعني ما بين فرق الجهد وبين شدة المجال؟ هنشوف العلاقة دي هتيجي ازاي، ودي علاقة جديدة وهتنفعنا كتير قوي في المسائل زي ما هنشوف دلوقتي. نشوف لو كان الالكتريك فيلد ده يونيفورم الكتريك فيلد، يعني مجال منتظم، مجال منتظم، منتظم يعني ثابت، مجال منتظم يعني مجال اي ثابت، ثابت الشدة خلاص، والمتغير الشدة انا مش هديه، يعني هحذفه اللي هي عند شحنة، شحنة بتطلع الكتريك فيلد طبعا هيبقى فيها تكامل وكده، انا بحاول ابعدكم عن التكاملات مش عارف ليه، يعني احساسي انه التكاملات فيه بتعمل لكم مشكلة، فبحاول بقدر الامكان ان يعني ما بقاش انا والرياضة عليكم يعني. فحجيب لو بصينا كده عندي ادي ساقين، الساق اللي فوق مشحونة بشحنة موجبة يونيفورم او شحنة موجبة موزعة توزيع منتظم عليه على الساق دي، وتحت موزع عليها شحنة سالبة، وبالتالي هيبقى الالكتريك فيلد E بيتجه من طبعا من الموجب للسالب في اتجاه الأسهم لأسفل من فوق لتحت. وفي عندي نقطتين A و B والاتنين دول موجودين جوه الفيلد ده، موجودين في الفيلد اللي عندي ده، وهيوجد شحنة زي ما هنشوف كده. لو جينا حطينا شحنة، بس الشحنة دي مثلا هنا محطوطة عند ايه؟ لو موجودة عند ايه هي مش هتطلع من نفسها عند بي، يعني الالكتريك فيلد مش هيزقها لوحده، يبقى لازم هتحتاج شغل عكس اتجاه الفيلد عشان نطلعها فوق. واضح هذا الكلام؟ يعني طبعا معروف هنا الـ 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 النقطة A لأنها قريبة جدا من السالب، هيبقى دي أكثر سالبية، دي أكثر إيجابية، يبقى الجهد هنا موجب والجهد هنا واضح إنه هيكون سالب. لو جينا شحن، لو دي رحنا بذلنا عليها شغل وطلعناها من A إلى B عكس الاتجاه، يبقى معناها إن إحنا الشغل ده هيبقى شغل خارجي، يبقى احنا ده the work done on the charge، التشارج مش هتتحرك
من نفسها نتيجة الفيلد، لا ده شغل خارجي، وبالتالي الشغل ده هيبقى سالب. لكن لو كانت الشحنة، انتبهوا بقى كده، لو كانت الشحنة دي جينا ورحنا وضعناها عند بي، لو كانت موضوعة عند بي وهي موجودة في هذا الفيلد، خدنا احنا الكلام ده في الالكتريك فيلد اخر جزء فيه، انه بينشأ على الشحنة فورس تخليها تكسبها عجلة او تسارع تقوم تتحرك وتتنقل الى ايه، ده الاتجاه الطبيعي للحركة. لكن احنا لو عملنا شغل العكس يعني، يبقى معناها ان الجهد اللي هيطلع ايه، بالسالب. اوكي يا شباب، اهو زي ما عملنا كده، رحنا شدناها وشلناها وطلعناها فوق. يعني لو اتنقلت من بي لايه هيبقى الجهد موجب، ولو من ايه الى بي هيبقى الجهد سالب يا شباب. اوكي طيب، لنفرض ان المسافة بين النقطتين A و B هي D بالمتر المسافة، نقدر نقول انه W، شايفين W A B، من A ل B، يبقى W A B هو ال V عند A ناقص ال V عند B. مظبوط، ال V عند A سالب عن ال V عند B، يبقى واضح انه الشغل هنا هيبقى سالب. يبقى دبليو اي بي، اولا احنا عارفين ان الشغل هو الفورس تايمز الديستانس، الديستانس هنا اهي، والقوه اللي اثرت على دي عشان تنقلها هنا هي الاف دي، يبقى اف في دي هو ده قيمه الشغل. اوكي طيب، واحنا خدنا من تعريف الالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد انه بيساوي الاف على الكيو، ده الالكتريك فيلد للشحنه الموجبه وكلام من ده. لكن هنا العمليه عكسيه، لانه واضح ان الفورس دي عكس الاتجاه، يعني هي الفورس المفروض تتحرك تبقى كده في الاتجاه ده تبقى موجبه، لكن في الاتجاه عكس الفيلد تبقى سالبة. فالإشارة السالبة معناها إن F و E الاتنين متعاكستين، عشان كده حطينا إشارة بالسالب. مظبوط يا شباب، يبقى إذا F بتساوي ناقص Q في E. نرجع للتعريف الأساسي بتاع الإلكتريك فيلد، أول تعريف خدناه لما خدنا الباب التاني اللي هو الإلكتريك فيلد. طيب وانا عندي، يبقى نعوض هنا، يبقى دبليو اي بي هيساوي ماينس كيو اي في دي، هشيل اف واحط بدلها ناقص كيو اي فوق، يبقى اذا دبليو اي بي هيساوي هذا الكلام. احنا نعرف ان الجهد هو دبليو اي بي على الكيو، مش كده يا شباب؟ يبقى اشيلها واحط بدلها في اي بي، في اي بي فرق الجهد من A الى B، يبقى اذا فرق الجهد من A الى B او بين النقطتين A و B هي W A B على Q، ده هيساوي المفروض ناقص اي دي، ناقص، يبقى في اي بي بيساوي ناقص اي دي، معلش دي هنا اهو، دي هنا اهو سالب اي دي. لكن لما اقول في بي اي بقى، في بي اي لان بي هي اللي موجبه، هي اللي اكثر ايجابيه عن اللي تحت، يبقى لما اقول في بي اي هو اللي هيبقى ده موجب، المفروض كده يعني العمليه ايه، لان السالب دي هتفضل سالب، هنا سالب، اوكي ده يفضل سالب وده هيبقى هنا برضو سالب، طالما بنجيب فرق الجهد بين اي وبي، من A إلى B، ده اللي هو الأصغر لأنه هو السالب، وده هو الأكبر الموجب، وبالتالي يطلع لي سالب من الصغير للكبير يعني. يبقى بصفة العموم، بصفة العموم، لنفرض إن إحنا النقطة الشحنة اللي هي الموجبة دي إحنا حطيناها بقى عند B وتركناها، فهتتحرك
في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الاي، يبقى كل ده هيطلع بالموجب. يبقى العلاقة بين فرق الجهد بين نقطتين والإلكتريك فيلد إن في بتساوي إي في دي. فرق الجهد وشدة المجال عبر أو بين نقطتين A و B المسافة بينهم دي، يبقى العلاقة بين في و إي هي انه V على E بتساوي D. V على E بتساوي D، او V على D بتساوي E. طيب احنا نعرف انه كان، يعني من هنا انا اعرف ده بقى بالفولت والدي الديستانس بالمتر، يبقى نقدر نجيب وحدة اخرى للإلكتريك فيلد. احنا من الباب بتاع الالكتريك فيلد عارفين ان وحدة قياس الالكتريك فيلد اي هي نيوتن لكل كولوم، نيوتن بير كولوم. طب هنا يبقى اذا اي هنا هو هتبقى ايه؟ فولت لكل متر، فولت لكل متر ببساطة شديدة. يبقى في معناها انه الالكتريك فيلد ادي تاني وحدة نحصل عليها للإلكتريك فيلد. اما يعني اجي اقول لك في الامتحان مثلا اكتب لي وحدة قياس الإلكتريك فيلد، واحد هيكتبها لي نيوتن لكل كولوم، صح، واحد تاني هيكتبها لي فولت لكل متر، كلاهما صحيح. اوكي يا شباب. طيب ناخد اكزامبل على هذا الكلام، اكزامبل بسيط خالص. بيقول لي find the potential difference between two points، بين نقطتين located in a uniform electric field. الشرط انه النقطتين يكونوا مغروسين جوه electric field، جوه والإلكتريك فيلد منتظم، لأن القانون ده للإلكتريك فيلد لما يكون منتظم. يبقى النقطتين موجودين جوه إلكتريك فيلد، والإلكتريك فيلد شدته 1000 نيوتن بير كولوم، and distant apart، يبعدوا النقطتين يبعدوا عن بعضهم بمسافة دي مقدارها 10 مليمتر، وهو المطلوب ان احنا نجيب في بين النقطتين. فانا يعني هنعوض في التعويض مباشر، طالما هو مش رسمها، طالما مش رسمها لي يبقى مش هيجبرني اني هجيب في اي بي، ولا قال لي في اي بي ولا في بي اي، خلاص يبقى انا هاخدها على القيمة الموجبة بتاعتها. يبقى VAB هقول عليها هي E في D، يبقى عندي E وعندي D هضربهم في بعض ببساطة شديدة، العملية 10^-2، لأن ده 10 ملي، 10^-3 دي المسافة دي، يبقى يطلع لي 10^2 مضروبة في الألف، يبقى هيطلع لي على طول 10 فولت. فرق الجهد بين النقطتين هو 10 فولت. 10 فولت لو قست من A إلى B، ولو قست من B ل A هيبقى ناقص 10 فولت. واضح يا شباب؟ دي كان يعني طبعا المفروض تكونوا في قانون أوم اللي خدتوه في المعمل. ياريت المعيدين كانوا بالديجيتال أفوميتر كانوا يوروا لكم انه لو قست فرق الجهد بين على مقاومه مثلا، وديت لكم مثلا 3 فولت، لو غيرتوا النقطتين يعني بدلنا فرق الجهد وعملته بين النقطتين، يعني بدلت A ل B و B ل A، هتلاقيها تطلع ناقص 3 فولت. فده
فرق الجهد بين نقطتين بمنتهى البساطة. اوكي. طيب طبعا النون يونيفورم الكتريك فيلد ده اللي هو ناشئ من شحنة واحدة كده، ما هوش يونيفورم. ليه؟ لانه موزع في جميع الاتجاهات، موزع في جميع الاتجاهات، ما هوش في اتجاه واحد، وبالتالي ما هوش منتظم. ده الجزئية دي انا قلت ايه هي مشطوبة من عليكم. اخر حاجة في هذه الجزئية هي الالكتريك بوتنشال انرجي. الالكتريك بوتنشال انرجي، الالكتريك بوتنشال انرجي لو رجعنا لتعريف الجهد، الجهد هو قلنا الشغل المبذول على شحنة، شغل مبذول على شحنة، والشغل هو طاقة، الطاقة دي هي اللي بنسميها الالكتريك بوتنشال انرجي يو، يعني الدبليو هي يو نفسها معايا. يبقى الالكتريك بوتنشال انرجي هي الورك او هي الشغل اللي بيتبذل على الشحنة. طبعا هذا اي شغل بتبذله على شحنة بيترسب فيها او يتخزن فيها كبوتنشال انرجي، كطاقة وضع كهربية. فهحط القانون، بدل ما احط هنا W احط ايه U على الشحنة Q. طيب ده ايه ده بقى؟ ده عبارة عن Q مضروب في ايه؟ في V، مضروب في V. طبعا التعريف انا اللي خدناه قبل كده ان V بيساوي كيو على مين؟ على كيو، يو على كيو. خلاص. لما اقول بقى طاقة الوضع للشحنة كيو، هي قيمة هذه الشحنة، قيمة هذه الشحنة في الجهد اللي مبذول او اللي موجود عند النقطة اللي الشحنة دي موجودة فيها. تاني نخلي بالنا كويس قوي من النقطة دي، لما اقول الشغل المبذول او طاقة الوضع الالكتريك بوتنشال انرجي يو بتاعت شحنة كيو، هي قيمة الشحنة كيو نفسها مضروبة في الجهد. انهي جهد؟ جهد النقطة المحتوية على الشحنة كيو. يعني الشحنة دي لنفرضها موجودة عند نقطة بي مثلا، بي. خلاص. اشوف النقطة دي جهدها بكام. طبعا الجهد بتاعها مش ناشئ من الشحنة دي، ما هو في ممكن شحنات اخرى محيطة بالنقطة الموضوع فيها كيو. يبقى اجيب الجهود، مجموع الجهود المؤثرة اللي هي بتجيب لي الجهد الكلي عند النقطة اللي الشحنة دي محطوطة فيها، هو ده قيمة V، واقوم ضربه في قيمة الشحنة كيو الموضوعة في هذه النقطة، يبقى يديني ايه؟ طاقة وضع هذه الشحنة، طاقة وضع هذه الشحنة. الامثلة هتبين لنا النقطة دي كويس قوي قوي. طيب نقول كده، لما يكون عندي عدة بوينت تشارجز كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة مثلا، طبعا هنا ادي دي كيو في مين؟ في في. ايه في ده؟ ايه في؟ لنفرض ان في شحنتين تانيين هما اللي الجهد ده ناشئ منهم. خلاص. الشحنة الأولانية هي كيو واحد والشحنة الثانية كيو اتنين. خلاص. غير كيو دي ده اللي أنا عايز أجيب طاقة الوضع بتاعتها، كيو دي عايز أجيب طاقة وضعها وأجيب الجهد اللي الشحنة دي موجودة عندها عند النقطة دي. فهجيب الجهود بتاعت الشحنتين كيو واحد وكيو اتنين
اللي هم على مسافة معينة من كيو، خلاص يبقى واجيب في واضربها في كيو يديني على طول طاقة وضع كيو. طب اذا كان الجهود، مجموع الجهود بتساوي صفر مثلا، يبقى طاقة الوضع بتاعت كيو دي بصفر مباشرة، خلاص. فاذا كان مثلا كحالة يعني عامة، انا طبعا هتبقى ايه، هي تلت شحنات مثلا، اليو الكلية للتلت شحنات هي كيو واحد كيو اتنين على ار واحد اتنين، اللي هي المسافة بين واحد واتنين، كيو واحد كيو تلاتة على المسافة بين واحد وتلاتة، كيو اتنين كيو تلاتة على المسافة بين اتنين وتلاتة. ده البوتنشال انرجيز لكل التشارجز، للتلاتة تشارجز، خلاص. جت منين؟ هنشوفها دلوقتي، نجيبها كده مثال، لان الامثلة بت ايه بت بتظبط العملية دي. هنا بيقول لي 3 point charges of values، عندي Q1 و2 و3، الأولانية 5 مايكرو كولوم، والتانية 8 مايكرو كولوم، والتالتة minus 4 مايكرو كولوم، located as in figure. أهو أدي تلات شحنات Q1 Q2 Q3، ده واضح إنه equilateral triangle، مثلث متساوي الأضلاع، كل ضلع منه طوله 2 متر، يبقى كيو 1 وكيو 2 وكيو 3، وعندي قيمهم وعندي المسافات اللي بينهم. هنا بيقول لي find the potential energy of كيو 1، خلاص ده الجزء الأولاني من المسألة، عايز البوتنشال انرجي بتاعت مين؟ كيو 1، و التوتال بوتنشال انرجي بتاعت الجروب للتلات شحنات على بعضهم. طيب اولا عشان اجيب الالكتريك بوتنشال للشحنه كيو واحد، نطبق القانون كده بحذافيره، هقول يو لكيو واحد، يو لكيو واحد هيديني ايه؟ قيمه كيو واحد، قيمه كيو واحد اللي هي الخمسه دي معايا، يبقى هجيب قيمه كيو واحد في الجهد، الجهد الكهربي الناشئ من الشحنتين كيو 2 وكيو 3 عند النقطة اللي موجودة فيها مين؟ كيو 1 اللي بجيب الانرجي بتاعتها. تاني عايز البوتنشال انرجي اوف كيو 1، من التعريف اليو اوف كيو 1 بتساوي قيمة كيو 1 في في اللي للنقطة اللي موضوعة عندها كيو 1. ويا ريت انتوا في دي تبقوا تنوهوا كده وتكتبوا الكلام ده جنب الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي، لان الكلام ده مش موجود في الباوربوينت. يبقى اذا في اللي عندي هي الجهد بتاع النقطة اللي مزروعة فيها كيو واحد، كده اهو بالعربي. الجهد ده جاي منين؟ مجموع الجهدين بتاع كيو 2 وكيو 3. طبعا كيو 2 الجهد بتاعها هو كي في قيمة كيو 2 على المسافة 2، مش كده؟ وطبعا ده موجب. والتانية كيو 3، يبقى ده الأولاني، وهكتب سالب اللي هي الشحنة كيو 3 اللي هي هتبقى ناقص 4، ف10 سالب 6 طبعا، مضروبة في كي على المسافة اللي هي برضو 2 متر. اوكي نعوض كده ونشوف الكلام ده محطوط ازاي. اهي ادي يو 1، يو 1 هتساوي كي، طبعا نسيبنا من كي كده نطلع كيو 1، وكيو 1 من هنا شايفينها، انا عايز اجيب البوتنشال انرجي بتاعت مين؟ كيو 1، هي كيو 1 معلش هي مكتوبه هنا سمول، هي كيو 1 الكبيره، وهنا كيو 1 كبيره، وكيو 2 كبيره، كيو 3 كبيره، يبقى هنا كيو 1 لو طلعتها بره يتبقى ايه من الموضوع ده؟
كي في كيو 2 على ار 1 2 بلس كي في كيو 3 على ار 1 3. طبعا كي في كيو 2 على ار 1 2 ار 1 2 اللي هي المسافه دي مش كده بين 1 و2، ده يديني الجهد بتاع الشحنه كيو 2 عند النقطه اللي فيها كيو 1. وكي في كيو 3 على ار 1 3 يعني ادي كيو 3 وادي ار 1 3 اللي هي دي، يبقى كده الجهدين اجمعهم يبقى ده التوتال فولت، التوتال فولتج. يبقى لو طبقنا في القانون الاصلي اللي احنا قلنا عليه انه يو 1 هي كيو 1 اللي هي المشترك اللي يطلع بره مضروب في مين؟ في في. ايه هو في؟ اللي هو في 2 بلس في 3، يعني جهد الشحنه 2 زائد جهد الشحنه 3. لو عوضنا والعامل المشترك دخلناه جوه هيطلع لي بهذه القيمه. طبعا الموجب هيفضل موجب والسالب يتحط سالب. معايا؟ الشحنه السالبه تتحط تتعوض عنها بالسالب وتطلع لي القيم بهذا الشكل. ادي طبعا كيو 1 لما تطلع بره هتبقى بكام يا شباب؟ 5 في 10 اس سالب 6. 10 اس سالب 6 في 5، وكل واحده من دول ب 10 اس سالب 6. طبعا هنا خليني هنا 9 في 10 اس 9، وهنا دي فيها 10 اس سالب 6. 10 اس سالب 6 يعني 10 اس سالب 12. لما تطلع بره مع 10 اس زائد 9 يتفضل منهم 10 اس سالب 3. والتسعه بتاعت قانون بتاعت ثابت كولوم تفضل ما هي زي ما هي. ويتفضل لي بعد كده الخمسه بتاعت كيو 1، 5 في 8 والثانيه برضو 5 لكن مضروبه في كام؟ في الناقص 4 اللي هي بتاعت كيو 3. اوكي، يبقى 5 في 8 ده هيطلع 40 على الاثنين، يبقى يعني ده 20. و5 في 4 ب 20 يعني سالب 20 على 2 يبقى سالب 10. 20 سالب 10 يبقى يطلع لي 10. 10 في 9 يبقى 90. 90 في 10 اس سالب 3 نشوفها تطلع 9 من 100. يبقى 9 من 100 جول. وليه جول؟ لان دي طاقه، دي بوتنشال انرجي، دي بوتنشال انرجي، يبقى هتديني بهذا الشكل. خلاص. طيب الجزء الثاني من المساله بيقول لي and find the total potential energy of the group. التوتال بوتنشال انرجي طبعا بدون تكرار، يعني ما تتكررش تاني، ده هيبقى فاضل ايه بقى؟ يعني كيو 1 مع كيو 2 وكيو 1 مع كيو 3، يبقى فضل كيو 2 مع كيو 3. هنا كيو 1 كيو 2 على المسافه اللي بينهم، كيو 1 كيو 3 على المسافه اللي بينهم، يبقى فضل عشان يبقى توتال يبقى كيو 2 كيو 3 على المسافه برضو اللي بينهم اللي هي برضو هنا 2. اوكي، ونجمعهم يطلع لي على طول التوتال بوتنشال انرجي للثلاث شحنات على بعضهم. يعني ادي هنا هيتضاف الجزء ده، شايفينه؟ اللي هو كيو 2 كيو 3 على ار 2 3 اللي هي المسافه اللي بينهم، يبقى ده التوتال بوتنشال انرجي للمجموع كلها للجروب كله. ونعوض بيهم تعويض مباشر، هتطلع لي بقى اللي فضلت التمانية والسالب أربعة دول اللي هم الاتنين والتالتة كيو اتنين وكيو تلاتة، هضربهم يبقى هنا في واحدة هنا سالب خمس أربعة في تمانية باتنين وتلاتين على الاتنين 16، ده ناقص 16 ناقص 10 وده زائد 20. جمعوهم وهتطلع لي القيمة. طبعا واضح انها السالب هتبقى اكبر، يبقى القيمة هتطلع بسالب 54 من 1000 جول. هل في صعوبة في هذا الكلام يا شباب؟ أنا شايف إنه الموضوع، وأنا جايب بالباوربوينت دي أبسط باوربوينت موجودة،
عندي علشان يعني أسهل عليكم الأمور كتير قوي. يبقى الفيديو ده بيحتوي على التعريف الأساسي بتاع الجهد الكهربي، وعرفنا الجهد إنه له صيغتين، ال W على ال Q ادي واحدة، والصيغة التانية K في Q على R، وبعدين شو ده الجهد اللي هو الناشئ من شحنة عند نقطة. وشفنا مجموعة الجهود الناشئة من عدة شحنات، وخدنا أو طلعنا كمان العلاقة اللي بتربط فرق الجهد، عرفنا فرق الجهد بين نقطتين، وجبنا العلاقة اللي تربط فرق الجهد بين نقطتين بالإلكتريك فيلد اللي النقطتين دول موجودين فيهم. وأخيرا إننا جبنا البوتنشال انرجي لشحنة أو لمجموعة من الشحنات. أعتقد العملية ما هيش صعبة يا شباب، وكده يبقى هذا الموضوع أنا غطيته أو غطيناه يعني بصورة مرضية يعني إن شاء الله. أوكي طيب، طبعا هبقى أجيب لكم شوية مسائل، أو هقول للباشمهندس ممدوح أو أحمد ينزلوا لكم على الموقع بتاعكم مسائل على البوتنشال، الالكتريك بوتنشال، وحتى يعني بلاش، مش هخليهم ينزلوا لكم على جاوس، أنا مكتفي بالثمان مسائل اللي قلنا لكم عليهم في الفيديو اللي فات، بحيث إنه يعني إن شاء الله إيه تكفي تكفي العملية كده تبقى مستكفاة إن شاء الله. إن شاء الله لينا لقاء في محاضرة قادمة، والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هتبقى على الكاباسيتورز، وده هيكون الباب الخامس. السلام عليكم.